للحديث عن اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى ومسيرة الأعلام وسط الرفض والاحتجاجات الفلسطينية ضدها، معنا من الضفة الغربية الكاتب والباحث الفلسطيني عماد أبو عواد. أهلا بك سيد عماد. يعني بداية، لماذا يصر الاحتلال الصهيوني على تنفيذ هذه الاقتحامات ومسيرات الأعلام بالتحديد رغم معرفته بما تحمله من استفزازات للفلسطينيين؟ تفضل. أولا تحياتي لك للمشاهدين الكرام. عند الحديث عن حكومة الاحتلال، نحن نتحدث عن حكومة لها العديد من الاعتبارات. الاعتبار الأول مرتبط بأزمتها الداخلية وشعورها بأنها إذا لم تقم مسيرة الإعلام ستكون قد تراجعت أمام المقاومة الفلسطينية، وبالتالي فتح باب المزايدات الداخلية وانتحاب بعض أقطاب يمينة من الحكومة وسقوط الحكومة، وبالتالي ترأس لبيد الحكومة الانتقالية. الأمر الثاني، هناك موجة تطرف في الاحتلال وإن كانت بالمجمل عدد شخوصها قليل، لكن فاعلة وراء في الوقت الحالي، ضاغطة بشكل كبير على الحكومة، تحدد اتجاهاتها. الأمر الذي بات يقود أن دولة المستوطنين استطاعت أن تمأسس لمرحلة قوية في الضفة الغربية تعتمد على الاستيطان على تهويد المدينة المقدسة، الأمر الذي يعني أن الدولة ككل لا تستطيع التراجع عن هذا المنحنى. سيد عماد، في ذات الإطار، ما رمزية استمرار الاعتكاف والصلاة في المسجد الأقصى وأباحاته من قبل الفلسطينيين؟ إلى أي مدى أزعجت قوات الاحتلال؟ يعني بالتأكيد، أولا الاحتلال منزعج من قضية مهمة. لك أن تتخيل أنه 74 عام من الاحتلال ولا زال الفلسطيني يقاوم، لا بل المقاومة تتصاعد. بن غوريون كان يتأمل أنه بعد 20 عام سينتهي الموضوع الفلسطيني، ستكون إسرائيل جزء من فسيفساء المنطقة مقبولة، وبالتالي لم تكون هناك أي إشكاليات. اليوم بعد 74 عام الفلسطيني أكثر انتفاضا، أكثر تمسكا بحقه، وأكثر إصرارا على التحرر. بالتالي هذه المشاهد كلها تربك الاحتلال. نحن نتحدث ليس فقط عن رباط، نتحدث عن مقاومة في كل مكان، نتحدث عن احتمالية عمليات، نتحدث عن رد مقاومة مؤلم من الضفة الغربية، وبالتالي من قطاع غزة أصلا، وبالتالي نحن نتحدث عن انتعاش فلسطيني في اتجاه المقاومة والإيمان بحتمية وقرب التحرير. في المقابل هناك تراجع إسرائيلي واضح في هذا المضمار، والحديث المستمر من قبل الكثير من القيادات الإسرائيلية عن لعنة الركض الثامن وعن التراجع الكبير في المستويات السياسية والأمنية. والجمهور الإسرائيلي بشكل عام بات لديه رؤية كبيرة بأنه يعاني ويعاني كثيرا، لذلك بات يفقد الثقة بالمؤسسة ككل. طيب، ما احتمالية تصاعد التوتر أكثر في المسجد الأقصى وعموم القدس المحتلة مع الاعتداءات ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل رفع شرطة الاحتلال الجاهزية لحالة الطوارئ القصوى؟ لم أسمع أول سؤال إن سمحت. سألتك عن احتمالية تصاعد التوتر أكثر في القدس المحتلة عموما في ظل رفع قوات الاحتلال الصهيوني الجاهزية وحالة الطوارئ بشكل كبير. يعني بطبيعة الحال كل فعل له رد فعل على الأرض، وإن كان الفلسطيني مؤخرا تجاوز هذه المرحلة باتجاه يعني المبادرة واتخاذ وإمساك بزمام المبادرة في الساحة الفلسطينية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الضفة الغربية الكاتب والباحث الفلسطيني عماد أبو عواد.